السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنتمنى أولا أنكم تكونوا على خير وبخير، فبارك الله فيكم جميعا على اللايكات ديالكم. بدون أدنى شك، الإنسان مهما اعتلى المناصب ووصل لأبعد الطموحات فخاصه يشرف بلاده أولا ويعطي قدوة على المنصب أو المهام اللي هي منوطة به. وحيث القضية ديال اليوم مشات الأبعد من ذلك، فغادي تديكم معايا لمدينة ابن ملال. أم تتفاجأ بتصفية ابنتها وتنصدم بالعثور عليها جثة هامدة في قصر برلماني بمنطقة ابن ملال. السيدة اللي بلغت على مقتل ابنتها كتقول أنا دخلت القصر ديال البرلماني للمساحة ديالو شاسعة، تفاجأت بأن بنتي طيح الأرض وشعرها فازق وفيها آثار ديال الخنق على مستوى العنق ديالها. أشنو هي ظروف وملابسات هذه القضية؟ شكون هما المشتبه بهم في مقتل هذه البنت؟ وبماذا تم متابعتهم حاليا؟ وشحال كان العدد ديالهم؟ ندخل مباشرة في سرد أطوار وتفاصيل قضية اليوم. أنا مزوقة فيكم، ووقفوا معايا، راه بنتكم وراه بنت الشعب ورا ملك، بنت الشعب ملك الدرويشة، ملك طيبة، ملك ورا قتلوني وجرحوني وبغاو يغطيو عليا بنيتي، وبغاو يديروا بالنفوذ ديالهم بغاو يغطيو الدرية، بغاو يدفنوها وداروا ليها اوفر دوز، وبنتي ما تتعرف والو. كون علموني غادي نعتقها اخويا، غنعطي دمي غادي نعتقها، غندي معايا لوبيلونس من هنا. ولكن اخويا ما قال لي حد والو، ولكن في السبيطار قالوا لي اوفر دوز، في السبيطار قالوا لي مازال كاع ما حلوا، باقي ما كاين لا تشريح، داكشي غير شائعات دايره تقول لي اوفر دوز، باقي ما كاين لا تشريح لا والو. وانا ما عارفاش نقول هاد اوفر دوز، واش بغا يلصقوا لي التهمه لبنتي ولا باش يدوزوها؟ واحد كيعدو من الفلوس، واحد كيعدو من الفلوس بغا يديروا لها اوفر دوز باش كلشي يدوز. هي واقيله السيده واقيله ماتت هي في الصاد، كما كتعرفوا 26 واحد مات، انا كيبان لي حتى هي غادي يقولوا بلي مات بالصاد، ماتت بالحراره. ولكن البنت هاد تيك توك، هاد البنت هادي اللي كما كنقولوا اي واحد كيدخل هاد المواقع السوشيال ميديا، ربما البنت زوينه، ربما كانت اهتمام ديال الشايبي البرلماني، المسؤول ديال الحركة الشعبية اللي عرض عليها، أو كيقولوا بلي بنتها هي اللي عرضت عليها، وكل واحد اش كيقول. واش عباد الله عمركم شتو؟ واش عباد الله عمركم شتو؟ واش عمركم شتو واحد سياسي وراجل كبير وشدوه وداوه للسبيطار ومشى للكلينيك عباد الله، والفرمليات دايرين به، والفرمليات دايرين بها عباد الله، ودايرين به الفرمليات، ودايرين به وشاد التليفونات وتا يهضر، وبنتي مليوحة في لاموغ. قضية ديال اليوم هي قضية هزات الرأي العام والمعلومات اللي استقيتها، واللي غادي يقول لكم شي حاجة أكثر من هاد الشي فبدون أدنى شك راه كيكذب عليكم. غادي نقول لكم التهم اللي توجهت لذاك البرلماني، والتهم اللي تم متابعته بها، ومتابعة البنات اللي كانوا كذلك مع الضحية في المكان اللي كانت متواجدة به. ولكن من الضروري أنني نبدأ لكم القضية من الأول ديالها. القضية ديال اليوم دارت أحداثها بمدينة ابن ملال. واحد الشابة اللي اسمها خديجة كتسكن في مدينة ابن ملال، شابة كانت مازال صغيرة، والديها ميسورين الحال، الأب ديالها عنده محلات تجارية، سيد عنده خيره، وهاد الناس ما خاصهم حتى خير. بنتهم اللي كان اسمها خديجة وهي محور قضية اليوم كانت كتقرأ، وصلت واحد الفترة انقطعت عن الدراسة، ولكن هاد البنت وخا ما توفقتش في الحياة ديالها اللي هي ديال القراية، إنما كان عندها أحلام اللي هي كثيرة، طموحات اللي كانت كتمنى
توصل ليها وتحققها حسب تصريحات الناس اللي كيعرفوها. البنت دخلت المعهد المتخصص في التجميل بحكم أن البنت كانت كتبغي هذا الميدان، عندها ميول لهذا المجال وكيعجبها بزاف. خدات الدبلوم ديالها من هذا المعهد ودارت المشروع الخاص بها بفضل عائلتها اللي كانت ميسورة الحال، اللي شجعوها على أنها تدير المحل اللي هو خاص بها والمشروع اللي غادي تستقر فيه. فعلا دارت السيدة المشروع ديالها، ولكن البنت المشروع باء بالفشل، فشل ليها ما نجحش ليها. ولكن بحكم الخبرة الطويلة اللي كانت عندها في المجال ديال التجميل، فتحت حساب في التيك توك وحساب على الفيسبوك. السيدة بدأت كتعرض فيديوهات كثيرة كتبان بالوجه ديالها، كتبين المهارات ديالها في المكياج والتجميل، وكتعطي حتى بعض التفاصيل من الحياة اليومية ديالها. هاد البنت كانت عايشة على خير وبخير، وما خاصها حتى خير مع عائلتها، وعندها السيارة ديالها، وعندها علاقة زوينة مع امها ومفاهمة معها لأبعد حدود، لدرجة كانت كتعاود لامها على كل شيء، فين كنمشي فين كتجي. زيادة على ذلك البنت كتعتبر امها بحال صاحبتها، الام بدورها كتعتبر هاد البنت بحال صاحبتها ومن المقربين لها. جميع الأسرار اللي بيناتهم كيشاركوهم بجوج مع بعضياتهم. وهنا بغيتكم تسطروا على هذه الكلمة ديال كيشاركوا الأسرار مع بعضهم البعض وباللون الأحمر، حيث من خلال التصريحات ديال الأم غادي تبان أمور معاكسة لهذا الشيء. واش البنت كانت كتخبي على أمها الأسرار اللي كتخصها ولا لا؟ دازت واحد الفترة البنت اتصلت بالليفرور وقالت لي جيب لي عصير وحلوة. فعلا الليفرور جاب الأمور اللي طلبتها منه هذه البنت وعطاها ليها وجابها ليها حتى للدار. ولكن مني دازت واحد السويعات اللي هما قلائل، البنت ما شربش العصير وخلات الحلوة. ولكن مها قالت ليها أنا غادي نمشي لواحد الحفل، صاحباتي عارضين عليا في الحفل اللي هو ديال عيد ميلاد وغادي نمشي ليه. ولكن البنت ما قالش لامها شكون هما صحاباتها اللي غادي يكونوا معاه في داك عيد الميلاد اللي هي غادي تمشي ليه واللي هما منظمينه وفين كاين. الام كذلك ما سولش بنتها وما اعترضتش على هذه الفكره وما وضعتش معها النقاط على الحروف، وما قالش لها المكان اللي غادي تمشي ليها بنتي، فين جا ومعاش غادي تجي وشكون هما هاد صحاباتك وعطيني الاسماء ديالهم وفين ساكنين. وحنا كنعرفوا ان الوالدين ملي كيكونوا كيثيقوا في الابناء ديالهم بزاف ما كيسولوهمش فين غادين ولا فين جايين، انما الولد او البنت مني كتقول لها انا غادي نشوف صاحبتي وكتقول لها امها غير سير بنتي وردي البال راسك وما تعطليش. والامر ابعد من ذلك، كاين بعض الابناء بعض الوليدات الله يهديهم مني كتسول امه فين غادي اولدي وكيقول لها غادي خارجو غير هنا، والوالدين ما كيبقاوش يحكروا على ولادهم في ديك اللحظه. المهم البنت قالت ليها امها غير سيري وما تعطليش. فعلا البنت خرجت مشات على الطوموبيل ديالها، ولكن الام ما عرفت على بنتها حتى شي حاجه، ومعروف عليها مره كتصل بنتها وكتسول فيها، والبنت بدورها كتجاوب على التليفون مني كتلقى المكالمه من عند امها. المهم جسر التواصل بين الام والبنت كيبقى على هذا الحال مني كتكون البنت خارجه على برا. ولكن في ذاك النهار الام كيف العاده اتصلت ببنتها، ولكن بنتها ما جاوبتهاش على التليفون. صونات للمره الاولى والمره الثانيه، ولكن البنت ما جاوبش على التليفون ديالها. علاش البنت ما جاوبش؟ علاش ما كترش على التليفون؟ علاش ما عاودتش اتصلت بامها بالاحرى مني صونات ليها وهي ما جاوبش على التليفون ديالها؟ ومن العاده ديال البنت انها كتجاوب على التليفون مني امها كتصوني ليها، وما كتخليش امها كتصوني بهذا الشكل وكتجاهل امها على حد هذا التعبير. زياده على ذلك البنت من مولفه ما كتخبي على امها حتى شي حاجه حسب التصريحات اللي كانت كتدلي بها، والام تشوشت على بنتها اكثر وما خافت ان بنتها تكون وقعت لها شي حاجه او تعرضت لشي حادث سير، اتصلت بالصديقه ديال بنتها. الو السلام عليكم،
عليكم السلام خالتي، واش بنتي خديجه معاك؟ وقالت لها لا. على العيد الميلاد اللي مشات لي بنتي خديجه ما مشيتيش لي انت؟ وقالت لها لا خالتي، انا ما في راسي حتى شي حاجه من هذا الشيء. ايوا ايوا راه بنتك ما عرفتهاش فين مشات. وزياده على ذاك راه عندي الرقم ديال واحد البنت اللي هي الصديقه ديال بنتك، وغادي تقول لك بنتك خديجه فين مشات. فعلا الام خدات الرقم الهاتف ديال الصديقه ديال بنتها واتصلت بها بدورها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ولكن السيده على الفور قالت الام ديال البنت، خالتي بنتك راه طايحه للارض وما كتحركش، وحنا دابا بوحدنا في هذا المكان، وعطات الاسم ديال المكان اللي هما متواجدين فيه. الام ملي سمعت بنتها طايحه للارض وبين الحياه والموت وفاقده الوعي ديالها وما كتحركش، خرجت من دارها. الله يسمح لنا من الوالدين، ركبت على الفور في الطاكسي، توجهت المكان اللي فيه بنتها، وصلت لعين المكان كتلقى عساس قدام الفيلا اللي عطاتها الصديقه ديال بنتها العنوان ديالها. ولكن التصريحات ديال الام كتقول المكان انا اللي وصلت فيه والعنوان اللي انا مشيت ليه واللي عطاتني الصديقه ديال بنتي راه ما طلعش قصر، ما طلعش فيلا، بغيت نقول انما طلع قصر لان المساحه ديالو كبيره بزاف، وهذا القصر ديال برلماني ومعروف في منطقه بني ملال وعنده نفوذ وكلمته مسموعه حيت لاباس عليه، ومن مؤسسي الحركه الشعبيه بمنطقه بني ملال. زياده على ذلك السيد على حد التعبير عنده ما يتحرق وما يتمش، عنده شركات ديال المطاحن على هذا الشيء غير اللي معروف فقط. المهم الام وصلت قدام القصر ديال البرلماني، توجهت الباب ديال القصر، لقات العساس، قالت لي السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لي بنتي اتصلت بيا صاحبتها دابا وقالت لي راه كاينه هنا في هذا القصر وطيحه الارض وما كتحركش. هنا العساس على الفور اتصل بالسيد اللي هو خدام عنده، قال لي السي فلان ايه شنو كاين؟ قال لي راه واحد السيده جات تسول على بنتها. ايوا كمل. وكتدعي ان بنتها كاينه عندك في القصر وطيحه الارض وما كتحركش. هنا البرلماني قال لي افتح ليها الباب دخلها لعندي. حسب تصريحات الام كتقول انا لما دخلت القصر دخلت ما عرفت فين نمشي، العساس هو اللي كان كيوجهني حيت المساحه ديال هذا القصر كانت كبيره بزاف. فعلا الام رافقها العساس وصلها لواحد الغرفه. الام هنا كتفاجئ بان بنتها فعلا طايحه الارض ما كتحركش، جوج بنات كانوا مع بنتها، بينما البرلماني اللي كيرجع لي هذا القصر بالكامل جالس ودير رجل على رجل وكيتفرج في المنظر اللي هو قدامه وما على بالوش. الام هنا بدات كتغوت، بدات كتصرخ باعلى صوتها من لاحظت ان بنتها ما كتحركش. فعلا البنت اللي كانت او البنات اللي كانوا مع بناتها قالوا لها خالتي ما تخافيش راه بنتك غير فقدت الوعي ديالها ربما حيت خدات واحد الجرعه زائده من الكوكايين. السيدة لاحظت أن البيت اللي فيه بنتها فيه الكليمة وكانت خدامة، والخطير في الأمر لاحظت أن بنتها شعرها فازق، بمعنى أصح البنت غسلوا لها شعرها أو دوشوا لها. ولاحظت الأم أن البنت الوجه ديال بنتها ما فيه حتى شي ضربة، ولكن الأم في التصريحات اللي كتصرح بها أن بنتها عندها آثار ديال الخنق على مستوى العنق ديالها، ولاحظت الزروقية في العينين ديال بنتها، وللفت الانتباه ديال الأمر هو أنه كاين واحد الزروقية على إحدى العينين. لفت الانتباه ديالها أن الرجل أو القدم اللي هي ديال بنتها كانت ملوية. الأم مني شافت بنتها على هذا الحال وما خافت أن بنتها تموت توجهت عند البرلماني، خصوصا ان السيده ما كتحركش ما كتعطيش شي اشاره على انها راه مازال على قيد الحياه. قالت ليه علاش مني بنتي طاحت الارض وبقات على هذا الحال وقدام عينيك وفي القصر اللي هو ديالك ما اتصلتيش بالاسعاف باش تجي تهز بنتي وتسعفها؟ هنا البرلماني وقال لي انا ما مصوقش. كيفاش؟ ما شغليش انا في داك الشيء اللي كيوقع لبنتك وانا ما على باليش. زيادة على ذلك البرلماني قال الأم ما تغوتيش ليا في داري
هنا الأم اتصلت بالفور بالبوليس وبالوقاية المدنية. هنا الوقاية المدنية مني وصلوا لعين مكان، دخلوا القصر اللي هو ديال البرلماني، شافوا البنت، قالوا الأم البنت ما نقدروش نهزوا بنتك بالإسعاف، زيادة على ذلك خاص البوليس يجيو يحضروا ويقوموا بالمعاينة ديالهم ويرافقوهم العناصر ديال مسرح الجريمة. علاش؟ وقالوا وراه بنتك على ما بالينا راه ميتة. المهم حلوا البوليس بعين المكان وتهزت البنت وتوجهوا بها للمستشفى، ولكن المستشفى بدوره راه أكد لهم أن البنت راها ميتة. يعني القضية ما بقاش فيها الشك، ومن تماك تحولت الضحية اللي كانت مستلقية فوق الأرض في هذا القصر إلى جثة، ومشات مباشرة لمستودع الأموات. وحيث القضية كتعلق ببنت اللي كتبان في مواقع التواصل الاجتماعي وعائلتها اللي هي ميسورة الحال، وأبعد من ذلك تلقات الجثة ديال في القصر ديال برنماني اللي هو معروف في مدينة بني ملال وعنده نفوذ، فالأمور غادي تمشي لأبعد من ذلك. والسؤال اللي بقى مطروح في هذه القضية، واش البنت فعلا كانت كتعاطى الكوكايين بدون العلم ديال مها أو عائلتها، وفي ذاك النهار خدات جرعة زائدة وعلى إثر ديك الجرعة ماتت؟ ممكن. ولا البنت عطاها شي حد الكوكايين وقال لها جربي، ومني جرباته خدات جرعة زائدة وماتت، وبدون حاسب ولا رقيب خدات ديك الجرعة الزائدة وتوفات؟ ولا البنت قتلت بشي طريقة أخرى؟ ولكن الأم البنت كتقول أنا بنتي ما كتخبي عليا حتى شي حاجة، عمرها ما شفتها أو لاحظتها كتعاطى شي نوع من أنواع ديال المخدرات. ولكن إذا كان هادشي صحيح، إذا البنت راه تقتلت بفعل فاعل، شي حد قتلها، إذا هذه جريمة مدبرة. إذا ممكن يكون صحاباتها، أو بالأحرى يكونوا صحاباتها، بدافع الحسد والغيرة وغيرها من المشاكل اللي كتكون بين الصحابات، يكونوا هما اللي استدرجوها ذاك القصر أو هذا المكان وقتلوها في ذاك القصر، أو البرلماني اللي هو في حد ذاته هو اللي خطط لهذا العمل الجرمي واستدرج البنت واستعان بهاد البنات اللي هما صحاباتها اللي استدرجوها وعطاوها الكوكايين وماتت في ديك اللحظة من خدات جرعة زائدة. وعدد كثير من الوليدات اللي الله يهديهم كيستدرجوهم صحابهم، كيجلسوا معاهم، كيكونوا يشربوا كيتعطوا المخدرات وغيرها من أنواع المخدرات، وكيعطيو الولد المخدرات وكيقول ليه جرب هاد النوع ديال المخدرات وخوذو، وراك غادي تعيش واحد العالم اللي عمرك ما غادي تشوف بحالو، وراك غادي تعيش اللحظة ديال بصح، وغادي تنسى عليك الهم والمشاكل، وغادي تعيش في واحد البعد آخر. والولد أو البنت، حيت في هاد الوقيتة هادي ما بقات كلشي، ولا كتشوف البنات كيتعاطاو المخدرات، وليتي تشوف الولاد تما كيتعاطاو المخدرات. كان بكري مقتصر على أن المخدرات أكثر يوم كيتعاطاوها الشباب، ولكن في عصرنا الحالي الموازين ولات مساوية مع بعضها البعض. المهم كياخد الولد ديك جرعة ديال المخدرات وربما كياخدها بالزيد وكيموت. هذه كلها فرضيات كانت مطروحة في هذه القضية، ولكن التشريح الطبي هو اللي غادي يحسن في هذا الأمر، هو اللي غادي يوضح حد لهذه الفرضيات اللي بقات مطروحة في جل مواقع التواصل الاجتماعي. حتى من التقرير ديال الطبيب الشرعي غادي يقول لهم واش البنت فعلا كانت مدمنة سابقا على المخدرات، واش فعلا كانت كتعاطى شي نوع ديال المخدرات، واش فعلا تعاطت شي نوع من المخدرات في ذاك النهار بالتحديد، واش ماتت فعلا بالمخدرات ولا ماتت نتيجة الخنق كيف ما لاحظت الأم ديالها ورجحت، والسبب الوفاة ديال هاد البنت جرعة زائدة أو شي حد خنقها وتسبب في المقتل ديالها بداك الشكل. وحنا عارفين أن البحث اللي كيقوم به الطبيب والتقرير اللي كيخرج به لا يفند. بالنسبة لصحابات البنت والبرنماني تم الاعتقال ديالهم، قاضي التحقيق بدوره أمر بإيداع المشتبه بهم في السجن المحلي بمدينة بني ملال. التحقيق باقي في هاد القضية باش غادي يقول لكم شي حد راه البنت تقتلت نتيجة جرعة زائدة، راه الأمر مازال ما حسمش فيه طبيب الشرعي،
ولكن وفقا للمعلومات اللي تم اخذوها من جرائد اللي هي رسميه استقيتها، ان البرلماني اللي هو الشريبي راه تم ايداعه بالسجن بتهمه الاتجار بالبشر، وراه التهمه راه ثقيله بزاف على رجل معروف في الساحه السياسيه. زياده على ذلك، البنات بجوج اللي كانوا مع البنت اللي هي الضحيه كذلك تعتقلوا، واش راني ذكرته لكم في الاول. بخصوص البرلماني، راه كيستحق الاعتقال اولا، حيت السيده كانت في حاله خطيره ومتانع انه يقدم لها المساعده، وهاد التهمه راه توجهت ليه وبوحدها كيعاقب عليها القانون. زياده على ذلك، توجهت ليه التهمه ديال استهلاك المخدرات الصلبه والفساد واعداد القصر ديالو كوكر للدعاره، وهاتك عرض فتاه بالعنف والمشاركه فيه هو مسك المخدرات وتسهيل الاستعمال ديالها على الغير. اما البنات اللي كان العدد ديالهم جوج وكانوا مع الضحيه تشدوا بسبب تعاطي المخدرات، توجد لهم تهمة عدم تقديم مساعدة لصديقة ديالهم أو البنت اللي كانت في حالة خطيرة واللي توفات. بالنسبة لهاد البنت الله يرحمها، وكنتمنى أن القضية ديالها تحل بأسرع وقت بطريقة اللي هي قانونية ومشروعة، وياخذوا الجونات في هاد القضية الجزاء ديالهم إذا كانت فعلا تقتلت بفعل فاعل، باش يكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم أنهم يديروا هذه الأعمال الإجرامية في حق أي واحد. وأنا لاحظت بعض الناس كيطرحوا كيكتبوا بعض التعليقات اللي هي سلبية على هذه البنت، ولكن من الأفضل أننا نذكروا الأموات ديالنا بالخير طبقا للتعليمات اللي هي تعلمناها من عند والدينا واللي كبرنا عليها واللي كيفرضها علينا حتى الدين ديالنا. اش كتقول هاد التعليمات وهاد المبادئ اللي حنا من صغرنا وحنا عارفينها، انه اللي مات كنرجو ليه فقط الرحمه والمغفره، واذكروا امواتكم بالخير. هاد القضيه اللي شرط ليها حاليا انا ما بغيتش نشير لها إلا بعدما ألحوا علي كثير من المتابعين أنني نوضح بعض الغموض وبعض النقاط اللي هما ما كانوا ما عارفينهاش، أو بالأحرى لفت الانتباه ديالهم لهاد النقاط باش يعرفوا الأمور كيفاش غادية والأحداث كيفاش الأمور ديالها غادية. مشات الفيلا ديالو ولا القصر ديالو لأنه الأم ديال هاد البنت اللي لقاوها مقتولة، والأسباب والسبب علاش أنا قلت لكم بالصاد، لأنه كما كتعرفوا فاش كتموت الموت عند شي برلماني ولا شي مسؤول ولا شي واحد كبير إلا وكيحاولوا يطمسوا القضية، ولكن القضية ما غاداش تطمس. كما كتعرفوا هاد البلاد هادي بلاد ديال الحق وبلاد القانون، وحساب المعلومات اللي وصلت من الام ديالها باللي كاينه المخدرات، باللي كاينه البوفه، باللي كاينه الكوكايين، باللي كاينه القصاره، باللي كاينه الصير، باللي كاينه العراضه، باللي كاينه انه واحد معروف في البلاد عرض على واحد البنت عجباتو. علاش؟ حيت ما كديها في الحقيقه الله يرحمها الله يرحمها ما عندها ما تزيد ما عندها ما تضيف، مجرد كتطلع وكتهبط في التيك توك، كتطلع وكتلوح فيديوهات، ربما عجبات هاد السيدة هذا عرض عليها كانت القصارة فيها المخدرات فيها الخمر فيها النشاط، لأنه وتا السبب حتى الوالدين، ولكن باش تبقاش تغوت أمها هي اللي خلاتها، وما تبقاش تقول بنتي بريئة، وما تبقاش تقول بنتي بلي ما كتستعمل والو، وما تبقاش، لأنه بزاف ديال الأمهات كاين الامهات اللي كيعرفوا وكاين الامهات اللي كينكروا باللي بناتهم ولا ولادهم كيتعاطوا المخدرات. مشكل خص هاد السيد يتحاسب وخصو يتعاقب، وكما كتعرفوا اي واحد كيدير شي حاجه واي واحد شي حاجه كيديرها خارج القانون وكيموت عنده شي واحد في الدار الا وكيبغي يحيد التهمه عليه، ولكن كما كات هذا شخص حاله خطر. اش غادي نقول لك في بحالة خطر ولا ماشي بحالة خطر؟ هادشي دابا اللي كنشوفو
وهادشي اللي كنعرفو وهادشي اللي ولينا كنسمعو كيألم، وهادشي اللي ولا اللي كيوقع في المغرب كنا كنسمعوه دائما في الافلام وديما كنسمعوه في برا، ولكن اليوم كنسمعوه في المغرب في بلادنا، بلادنا اللي كثرت فيها المخدرات. هذه هي الحقيقه، المخدرات الصلبه، هالبوفا الكوكايين، بخصوص الكوكايين هي اللي كتعطي هذه المشاكل، هذه المشاكل الجسديه، هذه المشاكل العقليه، لانه كما كتعرفوا اذا كان شي واحد ما كيتقبلش العقل ديالو، الا كان شي واحد ما عمره ما تناولها ولاول مره ربما متناولها، ولا كما كنقولوا فات الاوفر دوز ديالها ولا فات القياس ديالها، عطى المفعول ديالها، ماتت القواجد التهامده وبغى يطمسوا القضيه. هادشي غير معقول وغير مقبول وغير مسموح. هاد المسؤولين طغاو، كيدخلوا وكيقصوا، كيداروا الليالي وكيعيطوا على الفتيات الحلوات الجميلات، وكيبغى يكون شوف 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 المشريع من حقه، من حقه دبر راسو، هذاك شغلو منه المولاه يفسد ولا ما يفسدش، ولكن باش تكون الكوكايين المخدرات وباش وحده تموت عنده في الدار وباش ينكروا الموت ديالها باللي ما كانش في دارو او ما كانش نتيجه المخدرات او ما كانش نتيجه انه كانت حاضر، كان هو حاضر ديال الوقت الواقعه، هادشي هو اللي ما كيتقبلوش العقل، حيت هو الانسان كيدير شي حوايج بدون وعي وماشي كيكون في كامل يعني العقل ديالو، وكيبداو يديروا هادشي وكيديروا القصاير والسهرات وكيعيطوا على الشيخات وعيطوا على الجروبات وعيطوا على دوك العونيات، وكتكون المخدرات لانه الفلوس، الفلوس كتحضر لك اي حاجه وكدير لك اي حاجه. Thank you.